دي سوزا لاعب الاتفاق ايضا يتحدث البرنامج مع الزميل عبد الله العمري مراسل البرنامج في الشرقيه. لازم نشتغل اكثر، احنا خسرنا اليوم، باقي لنا مباريات كثيره، عارفين ان المهمه صعبه لكن بنحاول قد ما نقدر. ان احنا نستمر يعني بالعمل وان شاء الله ان احنا نحصل الفوز في المباريات الجايه. E a gente tem que melhorar cada jogo para a gente conseguir a vitória.